لسه بنتابع مع حضراتكم فعاليات مهرجان الطبول للفنون التراثية اللي بيشارك فيه فرق موسيقية من دول كتيرة جدا، كمان بيخلق جسور للتواصل بين الشعوب عن طريق الفن. تعالوا نشوف مشاركات فرق اندونيسيا وتونس في هذا المهرجان. ليلة فنية جديدة من ليالي مهرجان الطبول اللي قدر يرسم فرحة على وجوه الجماهير اللي بيتفاعلوا مع الفقرات الفنية المختلفة في أجواء مليئة بالبهجة وإرسال رسالة سلام للعالم من خلال التنوع الثقافي اللي هنشوفه من عروض لدول إندونيسيا وتونس ومصر. تعالوا بينا نعيش سهرة فنية جديدة وجميلة في مهرجان الطبول. ومن تونس لمصر بلغ سلامي، بلغ سلامي ومرسولي جارية حمودة حمودة. قبل ساعات من حفل اختتامه، ما زال مهرجان الطبول يقدم رسالته الفنية للجمهور عن طريق العروض الفنية والثقافية لفرق مختلفة تعبر عن طقوس وتراث كل دولة، حيث قدمت دول إندونيسيا وتونس وفرقة مشوار المصرية فقرات غنائية وفنونا شعبية على مسرح السور الشمالي بشارع المعز. اليوم باش نعرضوا العديد من اللوحات الرقصة، الجزر، الفرسان. المشاركة حلوة على الاخر، ياسر فرحانين خاطر احنا جينا لهنا مع برشا جروبات. يعطيكم الصحة، استضافتكم ياسر مزيانة. جينا لمصر كضيوف شرف باش نمثلوا تونس، وما شاء الله ختمنا خدمة مزيانة على الاخر، وشعب مصر ما شاء الله عليه فردا فردا، فهمت، واحد واحد بالرسمي. مصر طبيعتهم، ناسهم، خاصة طريقة حديثهم، طريقة الاستقبال، كيفاش يستقبلوك يحكيوا معاك، فهمت. أحلى مصر. مصر ديما ترحب بخواتها التوانسة، وهما زادا مصاروا كي يجوا بحذينا لتونس احنا نرحبوا بهم. ديجا جاوا بحذينا معناها المسرح الأوبرا لمدينة الثقافة، وقدمنا برنامج زاد حلو في مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة في تونس. حوار الطبول من أجل السلام شعار جسدته دقات الطبول ورقصات الفنون الشعبية التي أشعلت حماس الجمهور الذي حرص على حضور المهرجان منذ يومه الأول في شارع المعز وقلعة صلاح الدين وغيره من الأماكن التاريخية التي تستضيف فعاليات المهرجان. احنا فرقة بنلعب مزيكا نوع اسمه الريجي، هي مزيكا بتتكلم عن الحب والسلام، ومزيكا في الاصل مزيكا افريقية، فهي ليها دعوة بهذه القارة اللي احنا فيها. تفاعل عظيم جدا، لان احنا كفرقة مش متعودين نلعب في قدام جمهور بهذا الشكل، وان هو جمهور عظيم جدا، يعني جمهور جاي مفيش 8 تذكرة مبدئيا، فالناس فعلا جاية تنبسط ومفيش اي قواعد للحضور، فدي حاجة جديدة بالنسبة لنا جدا، وحاسين ان احنا قريبين قوي من الناس، ودي حاجة بسطانة جدا. احنا الفرقة من اندونيسيا، فرقة انشاد ديني، وان شاء الله عندنا انشاد تراث من اندونيسيا في عرض هنا، واحنا نبدا في الحفلة دي من يوم الاحد حتى النهاردة، والحمد لله كل يوم يكون كويس وكل يوم جميلة، وكل المكان في القاهرة هنا من قلقة وبعدين هنا وكل مكان هنا يعني جميلة جدا. مهرجان مهم جدا، وهو بيثري الثقافة بتاعت الناس، بيعرفهم على المزيكا بتاعت البلاد التانية، واكتر حاجة عجباني فيه ان هو مفتوح لفئات الشعب المختلفة، ما فيهوش اي رسوم للدخول، فانا حاسه يعني متنفس للناس ان هي تيجي وتسمع مزيكا وتقضي وقت لطيف. مهرجان جميل، وبصراحه معمول جنب مكان جميل جدا، البوابات اللي احنا كنا دخلنا جوه بصراحه مكان جميل ومليان عبق التاريخ بصراحه، والاجانب كتير هنا، وده التنشيط للسياحه، ودي حاجه جميله جدا. ترحيب واسع من الفرق المشاركه في مهرجان الطبول برعايه مصر لهذا المهرجان
المهرجان الذي يجمع بين ثقافات العالم المختلفة، مما يؤكد أن مصر منارة الثقافة والفن ومساندة لكل مظاهر السلام. محمود جميل، التلفزيون المصري.